السلام عليكم ورحمة الله اخواني المشاهدين ومتابعي قناة ابو سيف تكنو. اليوم في هذا الفيديو حنتكلم عن شرح كامل للقوائم والاعدادات لشاشات سوني. الموديل المستخدم في الفيديو هو سوني X7500H او X75H من موديلات سنة 2020 مع نظام اندرويد التاسع، فخليكم معنا بهذا الفيديو. إذن أحبائي، هذه القائمة الرئيسية لواجهة نظام أندرويد بالنسبة لشاشات سوني. حتى نفتح قائمة الإعدادات الأساسية للنظام لشاشات سوني، نذهب إلى الأعلى بالاتجاه بالريموت ونختار الإعدادات. راح تظهر لنا هذه القائمة، أيضا متكلمين عنها سابقا بالنسبة لشاشات نظام أندرويد، لأنه في تشابه بنسبة 90% من هذه القوائم والإعدادات تقريبا لكل شاشات نظام أندرويد التاسع، نظام أندرويد 9 أو نظام أندرويد باي. فبالتالي احنا متكلمين عن هاي الاعدادات تقريبا جميعها، حيكون الرابط في الوصف للفيديو. اما بالنسبه لكيفيه اعاده ضبط المصنع لشاشات سوني بالنسبه لشاشات نظام اندرويد، نختار الاعدادات، اعدادات الجهاز، لمحه، اعاده الضبط. كما شاء نختار اعاده الضبط، سوف تقوم الشاشه بمحو كل شيء واعاده الاعدادات الاصليه كما كانت عند شراء الشاشه لاول مره. بإمكانكم زيارة قناة أبو يوسف تكنو للاطلاع على المزيد من الفيديوهات الخاصة بشروحات الشاشات وشروحات عمل الألعاب وأجهزة الكونسول كذلك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.